وللحديث عن موضوع الانتهاكات الحكومية والميليشيات ضد المدنيين في العراق واستهداف المعتقلين بشتى الوسائل والسبل، معنا من مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني عبر سكايب من لندن. دكتورة فاطمة، مرحبا بك معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كما تلاحظين دكتورة، تصفيات في صفوف المعتقلين في سجون صلاح الدين وأميرلي والحوت، وهذا ما رصدتموه في الحقيقة في مركزكم، مشكورين. أين الرقابة القضائية على السجون؟ كيف يصفى السجناء بهذه الطريقة؟ بالنسبة للرقابة القضائية، حقيقة لا توجد أي رقابة قضائية ممكن أن نقول لها أي وجود فيما يحدث، ولها أي دور في الحد مما يحدث للمعتقلين والمسجونين في السجون والمعتقلات. الانتهاكات مستمرة بحق المعتقلين، بل على العكس، يعني القضاء هو جزء من ما يحدث للمعتقلين. نحن نعرف جيدا أن السلسلة القضائية التي يمر عن طريقها المعتقل إلى أن يصل إلى استحصال يعني الإدانة، هي جميعها يشوبها عدم النزاهة وعدم المصداقية. الكثير من المحاكمات تم إثبات أنها غير نزيهة وغير عادلة عن طريق الكثير من التقارير والمنظمات الحقوقية، وحتى أن الأمم المتحدة تنتقد القوانين في العراق يعني تؤكد أن هناك ضرورة ل يعني تحسين و يعني إجراء تغييرات وتعديلات على هذه المنظومة القضائية من أجل أن تتم الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى أن ما يتعرض له المعتقل من انتهاكات ومن تعذيب وغيرها، القضاء لا يعترف بذلك ويستند حتى في استحصال واستصدار الأحكام القضائية على اعترافات يعني المتهمين إذا كانوا فعلا متهمين، من دون الأخذ بالاعتبار يعني ما يعني يدور من أدلة وغيرها حول هذه الجرائم التي تنسب ظلما وزورا وبهتانا للكثير من الأبرياء. نعم، كما تؤكدون دائما دكتورة، يتم أو يسبق عمليات الاعتقال والتصفيات عمليات إخفاء قسري. بماذا يمكن التعليق على مداهمة منازل الناس واقتيادهم إلى جهات مجهولة وبعد ذلك الحصول على جثث؟ نعم، يعني المعروف جيدا كيف يعني الآن في العراق كيف وصلت إليه أوضاع التغييب القسري. نحن نعرف أن هناك جهات كثيرة يعني تقوم بعمليات اعتقال وتغييب للكثير من المواطنين تحت يعني الكثير من الحجج والذرائع. الميليشيات بنفسها تقوم باستصدار قوائم، وأيضا تأمر القوات الحكومية بأن يمتثلوا لأوامرهم وأن يقوموا باعتقال يعني المواطنين على أساس هذه القوائم، من دون وجود اتهامات محددة، من دون وجود مذكرات قضائية. كل هذه الذي يحدث في العراق هو فوضى تحدثها هذه الميليشيات التي أصبحت الآن يعني مسيطرة على مفاصل الدولة وحتى على القوات الحكومية. لذلك نرى أن الكثير من وأعداد كبيرة من المغيبين قسريا، ولا نعرف إلى أي حد وصلت بحقهم الانتهاكات والتعذيب، خاصة وأن هناك حتى يعني السجون ليس لدينا علم واطلاع على أعداد فعل حقيقية للسجون، حيث أن هناك الكثير من الجهات التي تمتلك سجون سرية، وبالتالي الكثير من المغيبين قسرية. نعم دكتورة، معظم الاعتقالات تصب في خانة الإرهاب، و90% من المعتقلين من مكون واحد. هل هذا المسوغ مقبول في ضوء ما قالته الحكومة وأكدته مرارا منذ سنتين؟ قالت لا يوجد، يعني أنهت ما يسمى بالإرهاب، وبالتالي كيف يعتقل الناس على هذه الخلفية؟ يعني هذا الإرهاب هو فقط ومجرد ذريعة من أجل اعتقال المواطنين وتغييبهم. نحن نعرف جيدا أن الكثير من الاعتقالات يعني تتم بواسطة وشاية المخبر السري.
أيضا الكثير من الاعتقالات، يعني الآن المعتقلون لم يخضعوا للمحاكمات، بل هم فقط يعني متهمون من دون أن حتى أن يتم حتى محاكمتهم. الإرهاب لم يعد ذريعة في العراق، خاصة كما تفضلت منذ انتهاء الحرب على الإرهاب كما يدعون، بل كانت هي منذ الأساس مجرد ذريعة للانتقام من مناطق معينة كانت قد أعلنت عن رفضها لسياسات الحكومة وللظلم الحكومي والتبعية للدول الأجنبية، وهذا مما أزعج الحكومة وجعلها تخرج عن طورها وتحدث ما حد الدمار في هذه المناطق والتغييب والاعتقالات التعسفية للكثير من المواطنين، ولا يوجد أي ذريعة سوى هذه إذا الكلمة المقطعة. تحولت هذه الاعتقالات دكتورة فاطمة إلى جريمة تقترفها الحكومة. نعم بالتأكيد، هي جريمة تقترف بحق المواطنين وتقوم بها الحكومة وميليشياتها، وهذه لها تحت أي تصنيف، سند؟ يعني تحت أي بند أو سند قانوني؟ هذه جريمة ضد الإنسانية. هذا الذي يحدث في العراق هو جريمة ضد الإنسانية، هذا التغييب القسري، هذا الاعتقالات التعسفية، هذه جميعها تدخل تحت بند جرائم الحرب وخرق للاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الإنسانية، هذه جريمة ضد الإنسانية. نعم هل يمكن أن تسقط بالتقادم دكتورة؟ بالتأكيد، لا يمكن أن تسقط أي جريمة بالتقادم، هذه الحقوق تبقى إلى أن يتم استحصال الحق القانوني من جميع مرتكبي هذه الانتهاكات. نعم نعم، أشكرك جزيلا دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن.